مشاهدينا عبر سبورة تي في، بدي رحب فيكم ببداية حلقة جديدة من وقفة مع النفس. من خلال برنامجنا بنعطي فرصة لحالنا لحتى نسأل ذاتنا كتير من الأسئلة بتنطرح ضمن برنامجنا. موضوعنا لليوم عن الحسد. كتير بنسمع من وقت ما كنا صغار انه شخص صاب شخص آخر بالعين، او شخص ممكن يكون بيحسد الآخر. ولكن كيف نظرة المسيحية للحسد؟ هل يا ترى اليوم اللي بيتأثر هو الحاسد أم المحسود؟ كتير من الأسئلة راح أطرحهم على ديريتو رحيل الشماني من رهبات دير مار يعقوب البراد. عيشلمو ديريتو. بشاينو كرام، أهلا وسهلا. ديريتو، موضوع حلقتنا اليوم كمان هو من محيطنا، من البيئة يلي ممكن نكون عم نعيش فيها، عن الحسد. يعني وتحديدا الاهالي بين بعضهم، يمكن خلينا نقول صبحيات النسوان كمان بيحكوا صيبه عين، مصيبه عين، قرايه فنجان. هيدي التفاصيل كلها لها علاقه بصيبه العين. ولكن بالبدايه كتعريف عام، شو هو الحسد؟ الحسد هو شعور رديء ينبع من قلب الانسان اللي خالي من المحبه، حتى يظن انه الخير والنجاح اللي بيكون عند الغير بيهدده او بيكون خطر له، فمن هيك بيفكر شلون يزيله أو يمحيه من حياة هذا الشخص لأنه يبدي يكرهه. فالحسد يأثر على الحاسد أكثر من المحسود. وعندنا في رسالة بولس الرسول لأهل كورنثوس عم بيقول: لأنكم بعد جسديون فإنه إذ فيكم حسد وخصام وانشقاق، ألستم جسديين وتسلكون بحسب البشر؟ كمان يقول في رسالة غلاطية: حسد، قتل، سكر، بطر، وأمثال هذه التي أسبق فأقول لكم عنها كما سبقت فقلت أيضا، إن الذين يفعلون مثل هذه لا يرثون ملكوت الله. يعني الحسد خطية كبيرة، ممكن تفقد الإنسان الملكوت لأنه يتمنى الشر لغيره أو يعتبر نجاح الآخر هو فشل له. فهذا معنى الحسد، القلب اللي خالي من المحبة هو اللي يفكر بالحسد، فهو شعور الإنسان يحسه داخله، يعني مو شيء خارجي، هو من داخل الإنسان. يعني تماماً هو عمل من عمل الشيطان كمان اللي بيزرعه بالإنسان، خلينا نقول. صح، هو حرب من حروب الشيطان، ومثل ما يقول أغسطينوس هو خطية إبليس بامتياز، لأنه نعرف آدم وحواء خرجوا من الجنة بإغواء من إبليس، لأنه هو الحاسد الأكبر، لأنه هو حسدهم كيف أنه هم محبوبين من الرب، فما بيتمنى أنه يكونوا محبوبين، لذلك يسعى أنه حتى يجعل البشر يرفضون هاي المحبة أو يفقدوها. فكل حروبه حتى يبعد الإنسان عن الله، حتى يجعله غير محبوب. فالحسد يأثر على علاقة الإنسان مع أخيه الإنسان وعلى علاقته مع الله كمان. طب ديريتو، إذا بدنا نروح للمسيحية، المسيحية كيف تنظر للحسد؟ ما رؤية المسيحية لفكرة الحسد؟ المسيحية مثل ما قلنا تنظر للحسد هي خطيئة، خطيئة المفروض الإنسان يحس فيها ويحاسب نفسه عنها، لأن ممكن مثل ما قلتوا تمنعه من الملكوت، لأنه كثير كمان ذكرت في الكتاب المقدس، رح نحكي أمثلة عن الحسد وآيات عن الحسد. وفي دائما الفكر الاجتماعي أنه الحسد ممكن يأثر على الثاني، بس راح نشوف اليوم في حلقتنا أنه الحسد ما يأثر غير على الشخص نفسه، على الحاسد، لأنه الحاسد لما يحسد الثاني فهو اللي يتعذب. يعني الثاني يمكن ما يكون حاسس في أي شيء، بس هو اللي بياكل بنفسه، ممكن ما ينام بالليل، أو ممكن يسعى لأنه يحيك مؤامرات أو يشكك بنجاح الثاني أو يحكي عنه. فهذا راح يأثر عليه هو، ما راح يأثر على المحسود، بعكس نظرة المجتمع اللي نعرف
عرفة في عالمنا بالأخص في الشرق. إحنا مثل ما عايشين يمكن المجتمع أو الديانات الأخرى اللي عايشين معها بتأثر علينا وبتخلينا ناخذ هاي الفكرة. صحيح، بيصير الواحد بيعمل كتيبة بيروح بيجيبه من عند فلان شخص بيشتغل بالسحر، يعمل عمل مثلا. تماماً عمل، يعني حتى فكرة السحر دخلت على فكرة الحسد كمان. يعني في يعني سبب عمل السحر اللي بيلجأوا له أحياناً لأنه عم يحسد الثاني فبده يكون أحسن من الثاني. فأنا إذا عندي محبة ليش بعتبر نجاح الثاني هو فشل لإلي؟ بالعكس لازم يكون نجاح لإلي كمان أو أنا أصير مثله. أما أحاربه وأحاول أنقص من قيمته فهذا حرب أنا راح أقع فيها وأنا الخسران. بس ديريته نحن بمجتمعاتنا بيقولوا هذا الشخص محسود، لأنه محسود فلنفترض صار معه كذا، كسرت إجره، كسرت إيده. فضمن مجتمعاتنا أساساً نحن عم نتأثر بفكرة أنه المحسود هو اللي بيأكل نتيجة الحسد، ما الحاسد. راح نشوف هاي نحكيها بعدين بغير فقرة كرام، أنه بنحكي على شو بتأثر عليه وكيف. يعني أنه المحسود ممكن يأثر عليه مؤامرات اللي حواليه، بس الرب قادر ينجيه. وبنشوف في مسيرة الكتاب المقدس الأشخاص اللي حكالنا عنهم كل المحسودين ما أثر عليهم الحسد، بالعكس الحاسد هو اللي يتأثر. طيب دايريتهم نروح لكتابنا المقدس. كتابنا المقدس حكي عن الحسد؟ الكتاب المقدس يذكر كثير كلمة الحسد. راح يعني أعطي أمثلة شوي من الآيات. من العهد القديم بيذكر في سفر الأمثال بيقول حياة الجسد هدوء القلب ونخر العظام الحسد. الغضب قساوة والسخط جراف، ومن يقف قدام الحسد. يعني الحسد لسه أقوى من الغضب والسخط. كمان في رسائل بولس يقول روميا لنسلك بلياقة كما في النهار، لا بالبطر والسكر، لا بالمضاجع والعهر، لا بالخصام والحسد. نشوف الحسد مذكور كثير راح تكون. كمان في رسالة يعقوب بيقول أم تظنون أن الكتاب يقول باطلا الروح الذي حل فينا يشتاق إلى الحسد. يعني عم يقصد روح الإنسان أنه داخلنا يشتاق للحسد. كمان رسالة بطرس الأولى فاطرحوا كل خبث وكل مكر والرياء والحسد وكل مذمة. وإذا قرأت راح يطلع يعني لسه آيات كتير، أنه دائما عم نشوف الكتاب المقدس في الآيات بيوصينا أنه نبعد عن الحسد. وبنعرف أنه واحدة من الوصايا العشرة لا تشتهي ما لقريبك، فهون صحيح. الاشتهاء بيجي معنات الحسد، بمعنى الحسد. لأن أنا إذا اشتهيت كل شيء يملكه قريبي أو زوجة قريبي امرأته أو اشتهي حياته مثل ما هي، فكمان هو راح أقع في الحسد. كمان هيدي أنه لما يكون الحسد مرتبط بالإنسان الغير قنوع، خليني أقول كمان إنسان غير قنوع. الغير قنوع هو إنسان حسود. صح، يعني أعتقد بدون استثناء ممكن يمر فينا إحنا درجات من الحسد. يعني ممكن تكون قليلة أو تكون كثيرة. راح نتعرف كمان عليها، نشوف أنه كل واحد يقعد مع نفسه ويشوف أنه في حياته حسد حدا مثلا أو تمنى الشر لغيره لا حتى هو يجي له الخير. هون راح نعرف أنه إحنا كن حسدنا أو لا. يعني في ناس طبعاً هم حسودين، في ناس لا ما بيهموا إذا الثاني نجح، بده يكون هو ناجح مثله بس مو على حساب الثاني. يعني دايرته باختصار أنه الكتاب المقدس دائماً عم بيشير على الحاسد، أنه الشخص يلي بيحسد هو الملام، هو اللي بيحمل عليه، خليني أقول، أو بيحمل نتيجة الخطايا والأغلاط يلي عم بتصير. صح، مثل اللي عم يغضب أو يقتل هو صاحب الفعل، فهو الخاطئ أو المجرم في حق نفسه. فكمان الحسد، الحاسد هو الخاطئ، أما المحسود ما له ذنب. تماماً. ديريتو الكنيسة ممكن يكون فيها موجود الحسد؟ الكنيسة هي مؤسسة إلهية بشرية في نفس الوقت، فبما أنه هي فيها بشرية، عنصر بشري، ففي ضعف. والرب نعرف أنه جاء ليدعو خطاة إلى التوبة وإلى الخلاص، مو أبرار. فكمان الكنيسة فيها ناس مدعوين إلى القداسة، يعني تشمل الناس الخطاة اللي مدعوين إلى القداسة، مو مثل ما الكل يتصور أنه جماعة من الملائكة، بالأخص الإكليروس. صحيح. الناس دائما أنه هذا أبونا أو هذا مطران أو هذا بطرك لازم يكون قديس أو ملاك. يعني بيحطوه تحت المجهر لحتى يحاسبوه على كل شيء. فلازم نعرف أنه هم كمان تحت ضعف بشري. فالكنيسة بما أنه هي مؤسسة من أفراد من أشخاص، فكمان معرضة للضعف. وعلى يعني مسيرة التاريخ بنعرف أنه بالكنيسة كان في فضائح كتير وكان في إنجازات كتير. صحيح. كان في خير وكان في شر.
فإحنا لازم نعرف أنه ما في ملائكة على الأرض، لأنه إحنا كلتنا بشر واقعين تحت الخطية. بس أنه المفروض أنه اللي يغلط لما يكون ناضج يعترف بخطأه ويعتذر عنه. يعني إذا كان شخص مهم بالكنيسة مثلا، مو عيب إذا أخطأ يقول أنا أخطأت في هذه النقطة مثلا وأنا عم بحاول أصححها. أما أعند وأتحاجج وأقول لا أنا ما غلطت وأحاول أبرر، فهذا الكبرياء في عينه. يعني راح يظهر في عيون الآخرين كمان، يعني راح يقولوا غلطان وما بده يعترف لسه. صحيح. فما فينا نخبي أخطائنا أبدا. أما إذا كنت إنسان ناضج فراح أعترف بخطئي وأحاول أغيره. فأشوف الناس أكثر راح تحب هاي النقطة، وراح تحس بالتواضع، أنه تواضع هالشخص عنده تواضع لحتى يعترف بخطأه. تماما. يعني كمان ممكن خلينا نقول أوقات ممكن العالم بيفتكروا أنه الكنيسة ممكن تكون خالية من الخطيئة، ولكن كمان الكنيسة على مر الزمن هي بحاجة للخلاص، بحاجة لأنه هي تنجي أو تخلص أوقات من مرحلة معينة من الحسد اللي ممكن توقع فيه. صح، لأنه إحنا بنعرف خاصة بالكنيسة قد يكون مراتب أو قد يكون أحد موهوب. يعني بنعرف مثلاً في حدا يكون موهوب بالوعظ مثلاً، حدا بيكون موهوب بالخدمة. بالخدمة ممكن ما كتير بيلفت انتباه مثل الوعظ، بيطلع يحكي وبيشتهر، فبيقوموا التانيين أنه لا هذا حكيه مو كويس ومو كتير، وشفت شلون عم يحكي حتى. صحيح. أكسر من مجاديفه أو حتى أقلل من قيمته بين الناس. كمان بيحكي لنا يوحنا ذهبي الفم، بيقول إحنا أعضاء جسد المسيح، فما المفروض أنه إحنا نحارب بعضنا البعض. صحيح. فرح أقراها الكلمات تبعه لأن كتير حلوين. بيقول يحارب بعضنا بعضا والحسد هو الذي يسلحنا لنقاتل بعضنا بعضا. فإذا استشاط الجميع هكذا على جسد المسيح ليزعزعوه، فإلى أين سنصل؟ إننا نوهن جسد المسيح، نوهن يعني نضعفه، نعلن أننا أعضاء كيان واحد وننهش بعضنا بعضا كما تفعل الضواري. الضواري اللي هي الحيوانات المفترسة واللي تتقاتل مع بعض. كمان في تفسيره للرسالة إلى روميا بيقول إنك تريد أن ترى الله ممجدا بك، إذن افرح بتقدم أخيك، وبذلك بك يتمجد الله ويقول الجميع تبارك الله الذي له أمثال هؤلاء العبيد الأحرار من كل حسد، الذين يفرحون بعضهم لخيرات البعض الآخر، لأن المحبة مثل ما نعرف في رسالة كورنثوس المحبة لا تحسد أبدا. يعني إذا كان عندنا محبة ما رح نحسد. مثل يعني في الأسرة مثلا، الأم أعتقد من المستحيل أنه تحسد بنتها. صحيح. أو ابنها. ليش؟ لأنه عندها محبة قوية لها. مع أنه في قسم يمكن من العوائل دائما في استثناءات بالقواعد. صحيح. بس الشيء الطبيعي أنه الإنسان ما بيحسد الشخص اللي بيحبه كثير. صحيح. فالمحبة لا تحسد أبدا. أكيد. يعني دايرتون احنا ناقشنا فكرة الحسد، عرفنا تعريفه، رأي المسيحية بالحسد، الكتاب المقدس كيف ذكر الحسد، وأيضا طرحنا سؤال هل يترى موجود الحسد بالكنيسة، ولكن كمان الحسد ضمن الأسرة الواحدة، ضمن الأخ وأخوه ممكن يكون موجود. هذا الشيء راح أتركه لبعد بريك دايرتون، بعد ما نوقف معكم مشاهدينا مع بريك صغير ونتابع معكم وقفة مع النفس. مشاهدي سبورة تي في، عودة من البريك لمتابعة حلقة اليوم من وقفة مع النفس. عم نحكي عن الحسد، الحسد كيف تراه المسيحية وكيف تنظر له الكنيسة. كمان شفنا كيف ورد موضوع الحسد، كيف انذكرت آيات كثيرة عن الحسد بالكتاب المقدس، ولكن هل يا ترى ممكن يكون بين الأخ والأخو في حسد، بين العائلة الواحدة، يمكن الابن من أبوه الابن من أهله؟ هذا الشيء كمان رح تابع بنقاشه مع ديريتو رحيل الشماني. ديريتو، بالأسرة ممكن يكون موجود الحسد في الأسرة؟ ممكن يكون بين الأولاد الإخوة، ممكن يكون بين الأزواج. يعني ممكن الرجل أحياناً ينحسد من مرته، أو بالعكس إذا كان عنده مثلاً شعبية أو كانت مثقفة أكثر مثلاً منه المستوى الاجتماعي. لذلك بالزواج دائماً بتنصح الكنيسة أنه يكون في توافق، يعني إن كان اجتماعي أو توافق فكري، لحتى ما يصير شوية غيرة وحسد بين الأزواج. كمان بين الأولاد
نشوف إذا الأب والأم أحياناً بيفرقوا بمعاملتهم بين الأولاد. صحيح. يعني ممكن يفضلوا الابن الأكبر أكثر عن الثاني، أو ممكن واحد يكون أشطر فيقوم يقارنوه مع الإخوة الثانيين، أنه شوف أخوك أحسن منك، شوف أخوك بيدرس أكثر، شوف أخوك شاطر. لازم أعرف أنه إذا كان عندي مثلاً 4-5 أولاد، مو لازم الكل يكونوا أطباء إذا واحد منهم طلع طبيب. يعني ممكن الواحد يحب الموسيقى، ممكن الثاني يحب الرسم، ممكن الواحد يحب الأشياء العملية مثلا ميكانيكي أو شيء، فما بدي واحد يطلع نسخة من الثاني. فهالمقارنة بتتعب الأخوي وبتخليهم يغاروا من بعض. صحيح. وبالكتاب المقدس عندنا كمان يوسف، الكل بيعرف قصته أنه من وراء الغيرة والحسد فكروا أنه يقتلوه. صح. يعني هاي من نتاج الحسد كمان راح نحكي عنها. بس بالعائلة الوحدة لازم يكون الأب والأم حذرين في تعاملهم مع الأولاد حتى لا يصير غيرة. صحيح. يعني إذا صارت غيرة راح يصير حسد، أما الغيرة أحياناً ممكن تكون إيجابية. صحيح. يعني ممكن شخص إذا قتله الشخص الثاني شاطر فيحاول هو يصير مثله من دون ما أنه يحسده. هي غيرة للتنافس، غيرة إيجابية لحتى أصير أنا كمان أتشجع وأمشي أحسن. يعني بس الغيرة الإيجابية ما فينا ننزلها تحت إطار الحسد. لا أكيد، لا أكيد، هذا الغيرة ممكن تؤدي للحسد وممكن بالعكس، بس الغيرة ممكن تكون في نوع إيجابي. أما الحسد ما في شيء إيجابي، لأنه دائما بتتمنى للتاني الشر، أو تتمنى تزول عنه النجاحات والأمور الخير والبركات اللي عنده. صحيح. أما الغيرة لا، أنه خليه يبقى عنده بس أنا كمان بدي أكون مثله. فالغيرة ممكن تكون إيجابية. يعني نشوف إذا عاشرت أصدقاء مثلا، بتشوف الأصدقاء أنه شطار كلتهم، فراح تقول أنا مو أنقص من عندهم، أنا كمان بدي أصير مثلهم. فهون راح يصير محفز لإلك لحتى أنه تصير مثلهم وأحسن ممكن كمان من دون أن تأذيهم. بس هي الفكرة دايرته أن أوقات هيدا الشيء بيحمل الأهل مسؤولية هيدا الموضوع، لأنه في كتير أهل يعني بيصيروا بيطلبوا من ابنهم الصغير، فلنفترض إذا كان كبير دكتور على سبيل المثال، فبيطلبوا من الصغير شيء فوق طاقته. يعني هنا ما بيحاولوا يدرسوا إمكانياته، بيحاولوا هيدي الغيرة لغيرة سلبية، خليني أقول بين الأخ وأخو. صح، لأنه ممكن يكره أخوه لأنه هو سبب تعامل أمه وأبوه معه هيك. فهون راح يصير كمان كرة. هلا راح نحكي كمان على نتائج أو ثمار الحسد. صحيح. أول وحدة، أول نقطة، ممكن تكون الحسد ممكن يسبب قتل معنوي أو جسدي. وعندنا أمثلة بالكتاب المقدس، قايين نعرف أنه هابيل لما قدم ذبيحة وانقبلت ذبيحته فقايين قتله، مع أنه يعني هابيل ما له دخل، الرب اللي قبل ذبيحة هابيل وما قبل ذبيحة قايين. صحيح. ممكن الناس يعني تتعاطف مع قايين أنه ليش الرب قبل ذبيحة هابيل وقايين لا. فنعرف الرب أنه عارف القلوب وفاحص الكلى، فيعرف أنه هابيل قدم من أحسن ما عنده من الخراف، كان راعي لأن، أما قايين كان مزارع، فلو قدم أحسن ما عنده ومن قلبه أكيد الرب كان يقبل ذبيحته. بس لما شاف أنه ما قبل ذبيحة أخوه فقام قتل أخوه. هون الحاسد أثر على المحسود أنه تماما. سبب له الموت وقتله، لأنه الحاسد بيحط ضغينة في قلبه كراهية. كمان عندنا بالكتاب المقدس في سفر التكوين اللي يقرأ عن أبونا إسحاق، أنه لما راح لأرض الفلسطينيين صار يحفر آبار، فهم كانت الآبار عندهم ما فيها مي، هو اللي يحفرها إسحاق كان يطلع فيها مي، فخاصموه وصاروا يطمروا الآبار، ورجع حفر مرة تانية قالوا له كمان هاي مناطقنا أنه المي لأنه هيك، فضلوا يعني يستقصدوا بالكراهية ويطمروا الآبار لحتى ما يخلوا يطلع مي. كمان أخوة يوسف اللي حكينا عنهم، أخوة لما يلجأوا لأنه يبيعوا أخوهم، مع أنه في البداية كان قصدهم قتله، لكن لما حطوه في البير فكروا بعدين أنه يبيعوه. فهون كمان كان سبب الحسد يعقوب، لأنه كان فرق بين يوسف، كان نعرف أنه كان يحب أمه راحيل أكثر من التانيين، فاللي يحب الأم بيحب الابن كمان أكثر، فعمل له قميص ملون، وهو كمان شاف أحلام صار يحكي أحلامه، فهون صاروا يغاروا منه ويحسدوه وفكروا أن يقتلوه، بس انقلبت وصارت أنه باعوا، ونعرف يوسف أنه بعدين صار ملك والحسد أبداً ما أذى. كمان عندنا
عندنا في وقت موسى وهارون لما الرب اختارهم اختار انه هارون يكون كاهن وموسى كمان يمسحوا في كانوا بني قورح وداثان وابيرام مشهورين بالكتاب المقدس. في وقت قالوا لهم انتم عم تعملوا حالكم رؤساء على شعب اسرائيل ليش ما احنا كمان؟ فقالوا لهم قدموا مجامركم الرب راح يتصرف. فاجوا ليقدموا هم بخور ومجامر وهيك فالارض انفتحت وبلعت جماعة قورح وداثان وأبيرام وما قدروا يأذوا موسى ولا هارون. كمان في عندنا قصة شاول الملك، إذا بيعرفوا الكل أنه شاول الملك غار من داود لأنه وقت اللي حاربوا جولياط والفلسطينيين وهو جاي راجع فالعبرانيات النساء كان يدقوا بالداف وقالوا شاول قتل الآلاف وداود عشرات الآلاف. فهي الكلمة اللي دخلت الحسد لقلبه أنه ليش هو عشرات الآلاف وأنا آلاف أقل؟ بنعرف عشرات الآلاف الربوات يعني الربوة عشرة آلاف. فلما قالوا هيك دخل الحسد لقلبه كان يحاول دائما يقتل داود بس بنعرف أنه الرب حماه وفي الأخير شاول هو اللي خسر وانتحر وداود هو اللي صار ملك على شعب إسرائيل. من نتائج وثمار الحسد كمان هي الازدواجية والزيف. يعني ممكن حدا يجي في قلبه حسد بس يغلف هذا الحسد في محبة فيقع أنه أنا بدي أحافظ عليك وبدي مصلحتك بس هو عم بيقودك لفشلك. فهذا بيغلفه بالمحبة وبيغلفه بالنية الصالحة بس هو من الداخل مثل ما يقول الرب ذئاب خاطفة في ثياب حملان. فلازم نحذر هكذا أشخاص. يعني النصيحة أنا في رأيي وكان قريتها مرة يقول إذا حد قدم لك نصيحة أنت فكر في النصيحة هي لصالحك ولا لصالحه. فهون راح تعرف أنه الشخص عم بيحبك ولا لا، بيتمنى لك الخير أو لا. تمام. كمان راح نحكي بالأخير على بيلاطس نشوف أنه هاي الازدواجية بوقت بيلاطس حس بالحسد تبع اليهود لما قدموا الرب ليقتلوه قال وعرف أنه أسلموه حسدا. فهون حاربوا رب الشريعة في اسم الشريعة يعني أدانوه باسم الشريعة. صحيح. كمان قتلوا المخلص باسم أنه حماية الخلاص. يعني كان هم بفكرهم أنه عم بيقدموا ذبيحة للرب وعم يخدموه ومثل ما يقول الرب كمان إذا اضطهدوكم أو قتلوكم راح يفكروا أنه عم يقدموا خدمة للرب بس هم بالعكس عم يعملوا. فتكون ضمائرهم اللي حاسدة واللي تفكر أنه بس تقتل الإنسان اللي ماشي بطريق الرب. يعني احنا عم نشوف دايريته يعني من بداية الخلية الفكرة الحسد موجودة. يعني هي من أولى الخطايا خلينا نقول اللي ارتكبها الإنسان. أكيد أكيد هي الخطيئة اللي قلت لك بالبداية إبليس كان حاسد وهو اللي بسبب حسده خلى آدم وحواء يخرجوا من الجنة لأنه حسدهم على محبة الرب لألم. تماما. دايريتو نحن بعد بريك رح نحكي عن العين، سبت العين يمكن هيدي الفكرة مهمة. الأكثر انتشارا اليوم من أول حلقة أنا عم ضوي عليها يعني هي أكثر انتشارا ضمن محيطنا. خليني أقول سبت العين خليني أقول في عالم تعلق خرزة زرقاء لأولادها أو على باب بيتها، ولكن هل هالشي اليوم صحيح سليم؟ هيدا الشيء أكيد رح يكون من بعد ما نتوقف معكم مشاهدينا مع بريك ومنتابع. متابعين معكم مشاهدينا بوقفة مع النفس وموضوعنا عن الحسد، الحسد ورأي المسيحية بالحسد وكيف لازم نتعامل مع هالفكرة، على مين بيأثر، على الحاسد أو على المحسود مثل ما شفنا ببداية حلقتنا، وصولا هل يوجد حسد بالكنيسة، هل يوجد حسد بالأسرة. إضافة لهيك تناولنا الحديث أيضا عن نتائج وثمار الحسد، ولكن موضوع سبط العين ضمن مجتمعاتنا كثير بنسمع انه فلان صاب فلان بالعين، فلان عمل كتاب او عمل كتيبه او عمل لحتى يحمي حاله من العين، ام بتعلق خرزه زرقاء لابنها او بيعلقوا على باب البيت خرزه زرقاء. كثير من الافكار يمكن نحن بنعيشها ضمن مجتمعاتنا وما بنعرف ابعادها. هل يا ترى نحن اليوم كناس أو كمسيحيين مسلحين بالصليب لازم نآمن بهذه الأفكار؟ بدي تابع نقاشي مع ديريتو راحيل. ديريتو بالفعل نحن أشخاص مسلحين بالصليب، يعني مفروض نحن ما نآمن بفكرة العين.
يعني شو هي العين الشريرة بالبداية؟ العين الشريرة هو أنه اعتقاد بأنه الآخر ممكن ينظر لك نظرة تأثر فيك. يعني هي نظرة سيئة أو شريرة لاتجاه الآخر، فإذا ممكن هاي النظرة تأثر أو لا. فإحنا بمجتمعنا قلت لك أحيانا بنتأثر بالمعتقدات أو الديانات الأخرى. صحيح. اللي عايشين معها، فهم بيأمنوا بالحسد، فإحنا طبيعي أنه بتنتقل بعض المعتقدات لهذه الشعوب. صحيح. وبما أنه كانت الشعوب قبل وثنية فتآمن بهاي الشغلات، أنه دق على الخشب أو علق خرزة زرقاء أو هيك شغلات. فالعين الشريرة موجودة بالكتاب المقدس، لكن مو بنفس المعنى اللي نعرفه في المجتمع. يعني العين الشريرة اللي يقصد فيها رب مثل ما يقول إذا كانت سراج الجسد هو العين، فإذا كانت عينك شريرة فجسدك كله يكون مظلم، أما بالعكس إذا كانت نيرة فالجسد يكون نير. فهون ما بيقصد العين اللي هو عضو العين اللي احنا عم نطلع فيه، بيقصد النظرة الداخلية. يعني نظرة الإنسان من الداخل، إذا هي كانت نيرة أو كانت كويسة فراح تشوف كل الدنيا كويسة، أما صحيح. إذا كانت سوداء فراح تكون بالعكس. والعين الشريرة ذكرت في الكتاب المقدس في سفر التثنية، ذكرت بمعنى أنه هي مجرد عين عدائية. يعني هون بيذكرها وأنا عم بقرأ الآية، بيقول أنه لما يجي يطلب منك العبد لا تكون عينك ضيقة أنه ما تعطي الأجر تبعه. فهون بتدخل كمان بمعنى شوي البخل، أنه البخل بيجي من الأنانية كمان أريد لنفسي، كمان بتجي كنظرة عدائية وبتجي كمجرد حسد أو تجي أنه كنزعة شريرة. فالعين الشريرة ما يوجد ذكرها في الكتاب المقدس العين اللي تصيب مثل ما نعرفها في مجتمعنا، لكن هي نظرة مثل ما قلتوا من الداخل غلط. في رسالة غلاطية بيحكي يوحنا ذهبي الفم يعلق عنا، فبيقول عندما تسمعون عن غيرة في هذا المكان وفي الإنجيل عن عين شريرة، يجب ألا تفترضوا أن لهذه العين قوة فائقة الطبيعة. المعاينة هي ببسيطة وظيفة العين، لكن المعاينة بطريقة شريرة إنما تخص ذهنا فاسدا في الداخل. فكل المواضع اللي بيشرح فيها يوحنا ذهبي الفم عن العين ما بيذكر أنه هي بتصيب أو تأذي الثاني. وإحنا بمجتمعنا كمان الطفل بنشوف أول ما بيجي صغير بيعلقوا له دغري خرزاي زرقاء، ليش؟ بتحمي من الأرواح الشريرة. طيب الأرواح الشريرة مين هي؟ ما في غير الشياطين. صحيح. والشياطين احنا الرب غلبوا بالصليب وسحق رأسه، فالمفروض احنا ما نخاف. يعني احنا كنا بمناطقنا في غير ديانات كان ياخذوا من عندنا صليب او ايقونة فيها صورة العذراء يحطوها، كان يقولوا بتحمينا من العين الشريرة يعني او من الأرواح، كان عندهم هذا الاعتقاد. واحنا كمسيحيين بنجي بنعلق خرزة زرقاء مثلا. صحيح. هلا هي كونها خرزة زرقاء عم بيقولوا ما بعرف كرم انت مشمول يمكن فيها الخرزة الزرقاء، انه على اساس العين الزرقاء اللي لونها ازرق بتصيب اكثر، فمن هيك بيعلقوا خرزاي زرقاء لحتى انه تبعد صيبة هاي العين. كمان احنا كان عندنا في المنطقة بتذكر بيعلقوا في قسم من المجتمعات بيعلقوا العفو نعل. صحيح. بحلق البقرة مثلا برقبتها او هيك، حتى انه على اساس البقرة كويسة وبتحلب كثير لحد يصيبها بالعين. حتى بيحطوا حدوت الحصان. حدوت الحصان بتشوف بيوت مسيحية أحيانا بيعلقوا حدوت الحصان بالباب بالبيت. فهي كلها معتقدات وثنية أخذوها من المجتمعات الوثنية، أنه على أساس بتبعد العين الشريرة أو الأرواح. احنا اذا نروح وراهم بالحكي يعني الروح ما بيأثر فيه شيء المادي. صحيح. فما معقول راح يخاف من حديد او يخاف من خرزي زرقاء او من خشب، يعني مستحيل. حتى في اشخاص دايريته، لان انتم عندكم بالعراق يمكن تشربوا شاي الصبح اكثر من القهوه. فناجين القهوه الصبح اذا بيطلع علي مثلا هيك مثل شكل العين كمان بيقولوا انت في ايه العين اللي طالعه. فصح فناجين القهوه في عندنا، كان عندنا مع الاسف يعني لما بتذكرها في الرصاص اللي بيحطوه بالمي وبيفرقع، فبيبين بما انه هو حار وبتحط له مي بارد فاكيد بيطلع فيه اشكال. فكان حتى من الدير يعني كان يجيبوا، كان يسموه رصاصة مرمتة، يجيبوها إذا حدا مرضان أو هيك بحطوه على راسه، إيه شوفوا هديك العين انفقعت يعني. فكان هذا معتقد خاطئ، هلأ مو موجود بس قبل أتذكر من كنت صغيري كان موجود، بيجيبوا الرصاصة ويحطوها على راس الواحد ويقلبوا مي فعلى أساس بينشفي بعدين. وفي ناس بيقول لك أنا شفت بعيني مثلا واحد بيحكي على شيء
ودغري بيصير يعني وبيتأذى. فكلتها هاي لأنه بيوسوسوا من هذا الشيء، الشيطان بيستغل هالأمور، بس بالحقيقة هي العين الشريرة غير موجودة تماماً، ولا يعني العمل ولا السحر بيأثر بالإنسان. مثل ما قلتوا، المحسود بيكون محمي من الرب إذا كان هو فعلاً ملجأه. يعني هلأ ممكن كمؤامرات تنجح، يعني لو أخذنا قصة يوسف أنه أخواته لما اتفقوا باعوا نجحت معاهم يعني فعلا، بس لفترة معينة الرب حول هذا الشر إلى خير. طبعا. وقلم أنتم أردتم به شرا أم الرب فصنع به خيرا. صحيح. فلازم نكون عندنا ثقة أنه ما حدا يقدر يأذينا، وإلا لو كانت العين هيك بتصيب أيام داعش كان جبنا كم واحد هيك عينه بتصيب كنا صدنا وخلينا يعني كان بعدوهم عنا مثلا أو كفونا شرا، بس صحيح. هالأشياء ما بتثبت يعني هذا الشيء. وما طيب شو عقابة لهذه الشغلة اليوم؟ أنا إذا شخص بدي أؤمن بالعين وأؤمن بصيب العين وحط حدو تحصان وأعمل سكبة رصاص، هل يا ترى أنا رح أتحاسب على هذه الأفعال؟ طبعاً، لأنه عم بيخالف الإيمان المسيحي. يعني أنت إذا معك الله فأنت ما بتخاف لا من إنسان ولا من شيطان. صحيح. إن كان الرب معي فمن علي، فأنا من مين رح أخاف؟ ما رح أخاف إذا كان الشيطان كروح ما يقدر يأذيني، فكيف الإنسان رح يأذيني؟ يعني ممكن قلت لك يحيكوا مؤامرات، أنت ممكن من دون ما تحس رح يكون، بنحكيها بعدين حلقة العثرة، نجاحك ممكن يكون عثرة للتاني فيقوموا يحسدوك. صحيح. يعني ممكن عندك صوت حلو مثلا يحسدوك لأنه صوتك حلو، طيب هاي الموهبة مو من عندك. ممكن أنت عندك ذكاء أكثر من التاني أو عندك سرعة بديهة، هاي مواهب كلها بيعطيها الرب، بتجي لك بالولادة مو أنت يعني بتاخدها مكتسبة. بنعرف في شغلات مكتسبة وفي شغلات موروثة. صح. يعني الذكاء موروث مثلا، الصوت فيه وراثة كمان، حتى أحيانا قوة الشخصية بتكون أحيانا موروثة. فأنا شو ذنبي إذا التاني عم يحسدني على هذا الشيء؟ فأنا ما إلي ذنب. أما هو اللي يحسد راح يضل دائما في قتال وصراع داخله، فهو اللي راح أثر عليه وصحته راح تتعب وراح يكون دائما قلقان. تماما. طيب دايرته كيف أنا بتحرر من الحسد؟ يعني اليوم أنا ممكن كون كشخص ضعيف الشخصية فعم بحسد الآخر، أنا كيف بتحرر من الحسد؟ التحرر بده تدريبات، ومثل ما يقولنا الرب إن حرركم الإبن فبالحقيقة تكونون أحرارا وتعرفون الحق والحق يحرركم. صحيح. لازم أنا أتعب على حالي وأدور على شو السبب اللي خلاني أحسد. يعني التاني ناجح، ليش ما أكون ناجح مثله؟ ليش أتمنى له الشر أو ليش أسلبه هذا النجاح؟ أنا أسعى لأنه أكون أحول الحسد إلى غيرة إيجابية، مثل ما حكينا قبل شوي أنه أعمل غيرة إيجابية، وأسعى أنا لأنه أكون أحسن من دون ما أأذي الثاني أو أحاول أسيء له. يعني في قصة كمان أنه لما أسيء للثاني أحياناً ما فيني أصلح الموقف. في واحد كان حكى على الثاني وصار يحكي عليه دعايات وهيك شيء وإشاعات يطلق عليه بين الناس، فراح عند الأبونا قال له أنا حاسس بالذنب لأنه أنا حكيت عنه وهو ما عامل شيء يعني، فأريد أقدم توبة وهيك. قال له روح جيب لي دجاجة وأنت جاي بالطريق انتف الريش تبعه. فهو فعلا طبق اللي قال له الأبونا وجاء صار ينتف الريش بالطريق كله. فتعرف الريش عم بيطيروا الهواء، واللي راح غير مكان بعيد واللي طار. فاجا عند الأبونا قال له، طبعا الأبونا أخذ الدجاجة وطبخها كمان فقال له شفت هلأ أريد تلم لي الريش اللي نتفته. قال له مستحيل، ما فيني ألم الريش اللي نتفته، يعني كل واحد راح لمكان كل ريشي. قال له هيك كمان لما بتحكي على ناس ما فيك بعدين تصلح من سمعتهم لأنه أنت أسأت لألم. فبدنا ننتبه كمان لما بنحكي عن ناس ما ندين في نجاحهم لحتى لا نكون سبب للإساءة لنفسنا قبل ما نسيء لألم. صحيح. يعني في كثيرين ناس بيصدقوا، يعني حدا عنده ثقة فيك، أنت حكيت عن هذا الشخص أعطيت فكرة سيئة عنه، بيروح يتعامل معه بطريقة سيئة. ليش؟ لأنه كرم حكى عنه هيك بالسيء، فأنا صحيح. عم بعتمد على رأيه. فالمفروض أنا أجرب الإنسان كمان ما أسمع للتاني كتير. تماما. طيب دايرته كيف أنا بدي أتعامل مع الحاسد اليوم؟ إذا واجهت شخص حاسد بحياتي كيف لازم أتعامل معه؟ أعتقد كتير صعب التعامل مع الحاسد، لأنه لما تشوفه كل شيء بيحسدك، كل شيء بيحسدك. فيمكن لو تقاسمت معه في محبة مثلا العمل
لا يعني تحاول انه تشاركه في العمل تبعك، ممكن تمام. يقلل شوي من الحسد تبعه. تمام. يعني لما يشوف محبه من عندك، هلا في ناس عندهم ردود فعل مثلا لما تقول له هذا عم يحسدك، فتقوم بالقصد انت بتعمل اشياء بتزود الحسد عنده. تمام. احيانا كبشر عندنا هالصفه انه بعرف هذا عم يحسدني، فبقوم ابين حالي اكثر قدامه، بتفاخر بنجاحي قدامه، فهاي راح تأثر عليه أكثر. أما إذا تعاملت معه بمحبة فراح أحاول أكسبه، لأنه نحن مدعوين كمسيحيين اليوم ديريتو لحتى نغير الناس المقابلنا للأفضل بحياتهم، تحديدا إذا كانوا ما لهم مناح بحياتهم، عندهم سلوك معين، مثل ما يسوع المسيح غير كتار. يعني في عنا متى العشار، في عنا مريم المجدلية، في عنا كتير أشخاص تغيروا صح. بسبب يسوع المسيح. نحن اليوم كمان مدعوين لهذا الشيء أكيد، لأنه لو تعاملنا بالحسد اللي تعاملوا فيه الكتب والفريسيين مع الرب، هم اللي خسرانين. يعني صحيح. اللي كسبوا الخطاة والأشرار اللي كانوا بنظرهم اللي تابوا، هم اللي كسبوا الملكوت. أما هم أبناء الملكوت اللي كانوا مدعوين خسروا الملكوت بسبب حسدهم. يعني شوف كمان معجزة إليعازر، لما أقام إليعازر هم خافوا، قالوا أنه الشعب صار يروح وراءه مو وراءنا. صحيح. فهون الدافع كان الحسد، أنه عم بيروح وراءه مو وراءنا. تمام. فأحياناً هاي خطف الأضواء، بشوف مثل ما قلت لك هذا مشهور أو ناجح، بدي أنا أصير مشهور مثله على حساب نجاحه مو على حسابي أنا. تماماً. طب دريتوا بزوادة أخيرة اليوم مستمدة من قراءتنا، من هالأفكار اللي تناولناها، شو الزوادة الروحية اللي منتعلمها؟ أقول للكل يا ريت نملي قلبنا بالمحبة حتى لا نحسد الثاني أبداً. تمام. لأنه متى ما امتلأ بالمحبة راح يفيد بالمحبة، ما راح يفيد لا بالحسد ولا بأي كره لأي إنسان. لكن نحن كمان اليوم منصلي ديريتو لحتى كل حاسد اليوم هي كمان يعيش توبة بحياته. نحن مدعوين كمان للتوبة بحياته، بحياتنا كلياتنا. كمان منصلي لحتى دائما الحسد يكون بعيد عن كنيستنا، عن عيالنا، عن الناس اللي منحبهم، لحتى دائما اليوم النعم والبركات تكون محاوطتنا. بدي اتشكرك ديريتو رحيل شماني على هيدي الحلقة من رهبات دير مار يعقوب البرادعي، على أمل يتجدد لقانا كمان بحلقة جديدة إن شاء الله يا رب. إن شاء الله يا رب. يبعد الحسد مثل ما قلت، يعني أنت قريت اللي بفكري أنه يبعدوا عن الكنيسة والانشقاقات وبالأسرة كمان المسيحية، لحتى نكون مسيحيين حقيقيين. أكيد، وتكون هيدي الغيرة الإيجابية دائما اللي بتجمعنا على بعض يعني. آمين. أكيد بإذن الله ديريتو، وحلقتنا رح تتجدد بموضوع جديد رح نناقشه أكيد بالحلقة الجاية معكم مشاهدينا. متمنى أن نكون وصلنا كل الفكرة اللي بتحتاجوها وكل الرسالة اللي أنتم بحاجة لها. مثل ما قلناكم دائما برنامجنا هو بيعطينا لحظة لحتى نوقف مع حالنا، نسأل سؤال إنه هل يا ترى اليوم أنا عم بحسد حدا؟ هل يا ترى اليوم أنا عم بأذي حدا بأفكاري وتفكيري فيه؟ فأكيد نحن اليوم مدعوين للتوبة لحتى نرجع نعيد حساباتنا، نرجع نفكر من جديد كيف لازم نفكر بالآخر، بالعكس نصلي له لحتى يزيد نعم وبركات إذا الله رازقه. وأكيد كمان منصلي لكنيستنا ولعائلاتنا ولكل مين بيحتاج صلاة لحتى ربنا يبعد الحسد عنه. حلقة جديدة بتتجدد لقائنا فيها، بتجدد لقائنا عفوا فيها الأسبوع الجاي. من هون لوقتها الله معكم.